إن مجالب الهموم وبواعث الأحزان في هذه الحياة كثيرة متعددة ومتنوعة، وتصيب كل أحد من الأنام، فلا يسلم منها عظيم لعظمته ولا غني لماله ولا ذو جاه لجاهه، فضلا عن البائس المحروم والضعيف المظلوم. لكن لن تضيق بك الحياة وربك الله، إنه الله الذي يعلم حالك ويرى فقرك إليه واضطرارك، قيوم السماوات والأرض، عالم الأسرار، مقيل العثار، مدبر الليل والنهار. سبحانه رفع السماء بقدرته، وبسط الأرض بمشيئته، ومهدها للسلاك، وسخر الفلك ومهد الملك ودبر الأملاك، يمينه ملأ لا تغيبها. أبو عبد الرحمن، هل هذه مقدمة حلقة أو حلقة كاملة؟ أنا كثير من ضيوف يقول لي من المفروض أستغني بمقدمتك عن الحلقة، وبدأت أنقص حبا لهم واحتراما، وأتمنى أنه كل ضيف وهم كثر وما أجملهم وأغلاهم يأتي محضر بمستوى ما أقوله أنا في المقدمة. أنا أرى أنه رفع رتم المقدمة. هل أنت تقصد ضيوف اللي يجونك في البرنامج تقول أنهم ما يحضرون؟ ما بعضهم يقول لي هذا، بعضهم ليس كلهم يقول في نص الحلقة ترك أنقلتني. وأن تقوم الآن بسد النقص اللي موجود عند ضيوفك؟ لا 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 لا، مو الدرجة هذه أسد نقص، يعني لولا اعتراف بعضهم أنا أظن. بس ليش أنت مقدماتك موجودة في كل الحلقات يا أبو عبد الرحمن وتقعد دقيقتين ثلاث دقائق؟ يعني حتى المخرج أبو فيصل أنا يقول نتعب مع أبو عبد الرحمن في البرنامج، لكن ما قلت إن ضيفك والله هذا يعني عنده تحضير ضعيف ولا ضيفك اللي لا لا عيب أني أقول حتى هو ضيفي. ضيوفك بعضهم ضيف البيت من الأعلام والمختصين والكبار، وأعرفك رجل نهم ما شاء الله في اختيار الضيوف. نعم لا شوف، هو في أحيانا الضيف يقول مثال ما نسبني الوقت اليوم، أني استعجلت، أنك رتبت مثال معي متأخر فما حضر. فأنا لما أرفع سقف المقدمة ليرتفع، أنت أحيانا ما تشوف لما تكون تلعب لعبة إذا رفعت الريتم. ما في ضيف زعل عليك؟ بالله يا أبو عبد الرحمن أمانة ما زعل عليك؟ لا والله قال لك أطلت أو انتقدك على الأقل؟ لا أبدا ما انتقدك أحد؟ أبدا أبدا إلا الظاهر مرة واحد. لا لا إحنا بنجي نحجر لك مثل الكتابة. لا لا لا. قلت إني أقتبس من علي عبد الخالق. والحين بنحجر لك شوي بتقول لي والله زعل عليه عشرة. ما قال كذا، قال أنا كان في موضع معين، كان برنامج سياسي، قال المفروض اللفظة هذه لما قلتها لا ترجع لها لأني أنا أخطأت في نطقها، فقال خلاص لا ترجع. لأن المشاهد اللي شافك أخطأت 5%، فلما رجعت صار 80% بس. أما يقول طول المقدمة أنا أستمتع وزيد، أنا ماني جاي أحدد شنب في البرامج، جاي أقدم مادة. لا أنت ما شاء الله تقدم مادة والإعلام وتخرج مظهر ما شاء الله مميز. لا لا، وأقصد الإعلام اللي يطلع فيه فقط أنه الضيف يعطي 80%، أنا أراه يجب أن يلغى اليوم. لازم 60% على الضيف و40 على المقدم. هذه برامجك وأنت كمقدم كما أنا اخترت مثلك متحدثا ومليئا ومميزا كن كذلك.